ومصيبتا. يا حسن يا نور عين اسمع يا ابويا للكلام. يلا عقب فرقا يلا غلب هالحراير وليتا باكر تسبح اولادي ونسوتي بحال فظيع. يا حسن ليكون هالعيلة عقب عيني تضيع. سكت الحرمة يا ابويا وباري الطفل الرضيع وياي وانا باكر تفقدوني وتبلغ اعداك المرام. يا حسن وما عضيدك مهجة حسين الشهيد ريت عينك تنظر على القاع مقطوع الوريد والخيول تدوس صدره وراسه يروح اليزيد. سكن قلبه تراه ومن بعد عينك امام دار عينه على اولاده ودمعه بخده يهيل. قال جيبوا لي ابو فاضل وزينب بالعجل. نادت زينب يا ابويا هذا اخويا ابو الفضيل وياها. يا علي والله حسافه تموت ما تتم الصيام. التفت لزينب قال يا زينب هذا حسن هذا حسين هذا محمد هذا عباس هذا جعفر عثمان عبد الله اختاري لك كافل منهم. ها قالها من اخوانك وتختاري لا باس كلهم شياقين وشفايا ترفع الراس. هذا حسن وحسين ومحمد هذا حسن وحسين ومحمد سمعني وجعفر كلهم ما يهابون المنية. قالت لا حسن حسين إمامي لا لا. قالت أريد من أخوتي اللي يخدموني أما حسن وحسين تخدمهم عيوني. أخواني كل أبطال جان تخيروني كافل أختار البطل عباس الشفية كافل أختار البطل عباس نادى ودمعه فوق خدينا يذيع. عباس هاي اختك ترى عندك قربه اخترتين العباس. قالت نعم اريد اخي عباس كافل الي. قال الي الي يا ابا الفضل. قربه وضع يد العباس اليمنى في يد زينب اليمنى. قال ابويا ابو فاضل لا يكون الضيع. فتح عينه وصاح يا عباس هاي بذمتك. يلا وياه ويا عاد وياه. فتح عينه وصاح يا عباس هاي بذمتك هاي من عندي وديعة وطوق لازم ركبتك لا ضيعها تراهي لا يذبح ميتك وعلياه لا تذل ما دام راسك سالم وسالم الهام. تفتت اليه قالت ابو فاضل وصية ابونا ايد بايدك عباس لا يكون تضيع زينب يا ولدي لا تضيع زينب. قال اذا سالمه الكفوف ما تضيع لذلك انقلك هناك الى كربلاء وارجعك لبيت علي. ها وعدنا شغل ويا علي هاي الليله وانت ما قصرت. ها ما قصرت بكيت ونعيت بعد ندبه بعد ندبه. لا تستكثر على علي 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 وجودك كل علي لولا علي باليوم انت مو موجود. الله اكبر الله اكبر. كربلاء وقفت على نشز من الارض تقول لعباس قوم. عباس اريد اذكرك عباس تذكر يوم موته ايش قال ابونا بالوصيه. قال زينب حج ابوها لو نزلت الغاضريه
شلون يا عب بس وقتي المزموي قطعت بي. وينك يا عباس؟ وينك؟ قوم ايد علي، ايد ايدك خلها علي بايدي يا عباس. قوم. ما قام، لكن ارجع الى علي.